أقدم لكم هذا الشعر بمناسبة موسم الله تعالى. يا الله تعالى يقول جمع الشنطي: الحمد لله العظيم إعلان صلى على نبيه للنقران، وبعد فالرحلة قلب سفل دتاس، قمت بها يتدتيا ملاس، ذهبت يوما سيحا في أدرار، بعرف قائي سكنوا في إقرار، قيل لنا كانت هناك سلوكتي عند ابن شيخ رجل سنختي، قلت لهم ارجعوا إلى غد ندنا في نيدي، اجتمعوا طرا لدبح بومحمدي، قلت لهم نحن طلبان سيدي سعيد، إن عندكم شيء لهم تاوي متيد، قال المقدم لهم أويدي كم شن تصدقوا به غصادي، قالت جماعتهم موريلا فتطلبون سدتي أرنلا، مثل جميعا كلنا ونشي وبعضنا يخاف من فريق شيء، وما تقولنا بدنيا أخنيف، وفي الصباح ما أتوا بأشكي، وقت الغداء وصلوا لرجوشكي، ولم يكن من يرتشي أدياشكي، خرجنا من ذا الحينا في دفلوج بخريج، قلت له واتنسس ذهبنا به لمسجدين قربي، فلم نجد هناك وان الطيب، فقلت للإمام صاحب كاخدي خبزا مع الأبصر سيروا ياخدي، فاحمل لنطبخ به والطاجين وكل ما يخصنا في المعين، لمسجدين فجاءنا الست طلبي يحمل في يمنه يان قلبي، قال لنا بعد السلام أشكد لنقرأ الحجب معا وقربت، وفي العشاء صلى بنا في تمسجد، قال فأعطوا الضرائب جير سنتيد، لما دخلنا جاء للباب قنتيد وقام مصرع لكبشين غيتيد، قال لنا أهلا بكم مطلوبا فرحنا بقدومكم ومرحبا، فحسبوا ورشي صوت عمر متاي من لم يريد ما قلته الشكوراي، أول ما جنى بذكرا لمريش تغرق في بركه كأخريش أتبع